وإذا ما كنت هناك على الساعة 6 فيك تشوفي موبايلك بعدها بدقيقة ورح أبعت لك صور حلوين لقلنا. بتمنى أنك تجي على الموعد ورح كون بانتظارك. بريدفي تعال شوي. كريتي أنا آسف، رجاءً سامحيني، ليكي بعرف إنه أنت مزعوجة مني كتير وإنه الصورة ضايقتك، لهيك زعلانة لأني ما حكيت لك عن هذا الموضوع من قبل. قلك شغلة وثقي فيني، أنا بصراحة ما حكيت لك عن هذا الموضوع من قبل لأنه ما خطر لي إنه الموضوع يكون مهم. الموضوع أصلاً ما نو سر لحتى أخبيه، وثقي فيني كريتي رجاءً سامحيني، ما كانت نيتي سيئة. انت مانك ساكتة بدون سبب، انت هلأ معصبة كتير ومزعوجة كمان. متوترة بسببي؟ لا. انت شو سألتيني؟ ليش خبيت عني وما حكيت لي انك كنت بالحفلة تبع رفيقك؟ ليش ما حكيت لي هالشي؟ انا آسف. بريدفي لازم اتجرأ واحكي له عن اكشي. يلا حكيلي، إنه أكشي عم يزعجك كل الوقت وبوعدك إني رح أتصرف معه وبعدها رح صير البطل تبعك يا كريتي. هلأ فتح عيونك منيح وشوفي إنه رجل أحلامك ليكو واقف قدامك. لا لا ما رح أحكي له هلأ. شوفي لا بس هو بصراحة كان بدي أحكي لك شي، إذا أنت ما كنت مشغول هلأ فأنا بدي روح مشوار، فيك توصلني؟ أنا كيف بدي وصلها؟ لازم هلأ أروح لعند أكشي، إلو معي مصاري ولازم أعطياهم. كريتي أنا آسف، عندي اجتماع مهم كتير ولازم إني أحضره وأصلاً متأخر عليه، لو ما كان عندي اجتماع كنت أكيد وصلتك فوراً. أنا آسف. إيه؟ ليكي كريتيكا بتحبي هلأ أني جبلك الفطور لهون؟ طيب كريتي حكي لي صدق، انت مزعوجه لانه ما فيني وصلك على مشوارك؟ ليكي اسمعيني، انا تاخرت كتير والشغل مهم صدقيني. انا بصراحه ما عندي نيه ضل عايش ببيتك، بس رح ضل هون لبين ما توصل امي. بتعرفي ليش ما بسكن هون؟ اكيد لانه معي مصاري كتير، بعد الزواج لما تنتقلي على بيتك وقتها اكيد انت رح تشوفي بعينك شيء مختلف تماما عن حياتنا هون. مو بس تزوجتي واحد بحبك وكمان معه كتير. اسمعيني رح استأذنك هلأ وإلا رح أخسر الاجتماع وأخسر معه ملايين.